خليني اقول ان منذ انطلاق فعاليات الدوره الثانيه من مهرجان العالمين وسط اجواء احتفاليه مميزه، ده طبعا بمشاركه واسعه من مختلف قطاعات وزاره الثقافه، واحنا بنشوف عروض في الحقيقه مميزه جدا، عروض في الممشى السياحي، عروض في الشوارع، اجواء فعلا في الحقيقه مميزه. السيرك القومي كمان كان ليه مشاركه مختلفه في المهرجان. خلونا نشوف التقرير ده عن ابرز عروض السيرك القومي في المهرجان ونرجع نكمل كلامنا. حضراتكم لسه مكملين مع حضراتكم نقل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والنهاردة هتنطلق أولى فعاليات السيرك القومي هنا داخل المهرجان، ومعايا طبعا مدير برنامج السيرك القومي محمد أحمد علي. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. أول مرة النهاردة في المهرجان؟ لا، جينا الأسبوع اللي فات والسنة اللي فاتت برضو كنا موجودين، السيرك كان موجود السنة اللي فاتت. إيه اللي اختلف في المهرجان عن السنة اللي فاتت؟ لا، هو المكان يعني اتظبط فيه حاجات كتير جدا، يعني السنة اللي فاتت كنا في مكان مختلف عن المكان دوت، دلوقتي حاسس ان المكان بقى فيه فعاليات اكتر، يعني في استندات كتير موجودة، في كافيتريات، في المكان بقى مجهز تماما ان يتعمل فيه فعاليات ويستقبل ناس اكتر. ده بالنسبة لشغلكم، بتلاقي اقبال جمهوري اكتر وبيبقى ليه اقبال ايجابي عندكم؟ طبعا اكيد، يعني احنا شغلنا كله شاغل بيبقى على الجمهور، والسنه دي الاقبال الجماهيري على السيرك والفعاليات اكتر بكتير عن السنه اللي فاتت. فرقه اسيوط للفنون الشعبيه اول مره هنا في مهرجان العالمين ولا اشتركتوا معاهم قبل كده السنه اللي فاتت؟ لا يا فندم، اول مره نكون السنه دي موجودين، واحنا سعداء جدا ان احنا بنشارك في مهرجان وفي حدث جميل زي ده. لما بتشاركوا في مهرجان كبير زي مهرجان العالمين بفعالياته الكتيره والمختلفه والمتنوعه وعدد زواره الكتير طبعا من كل الجنسيات العربيه والاجنبيه ايضا، بيبقى استعداداته اكيد مختلفه، ايه الاستعدادات دي؟ اكيد احنا طبعا عملنا رقصات جديده ما اتشافتش قبل كده عشان كمان تناسب المكان وتناسب الاحتفاليه وتبقى حاجه جديده زي ما احنا بنشارك لاول مره. هنعمل رقصات جديده ما اتشافتش قبل كده، هتبقى المره دي اول مره تتعرض في مهرجان العالمي. اهم هذه العروض العصايه، لان الصعيد كله العصايه بتبقى له حاجه اساسيه في التراث الشعبي والفلكلور الشعبي للصعيد، الحاجه اساسيه في العروض بتاعتنا دايما هي العصايه. أول مرة زوروا مهرجان؟ صراحة دي أول مرة نيجي فيها الممشى السياحي في منطقة العالمين، الحقيقة يعني حاجة جميلة جدا، شفنا مكان أكثر من رائع، المكان كله خدماته، أنا شايف إن كل الخدمات اللي بيقدمها فور فري، يعني أنا بدعو كل الأسر المصرية إن هي تيجي هنا المكان، قد إيه هينبسطوا، قد إيه الأولاد هتنبسط، يعني المكان يعني الأسعار فيه مش عالية، الأماكن فيه جميلة، هيقدر يغير جو ويخرج من بره مود العمل، هيقدر يقضي ويك إند كويس إن شاء الله. والله أنا أحب كل المهرجان كله، لأن أنا السنة اللي فاتت جيت هنا وعجبني أول موسم العالم عالمين. السنة دي في حاجات كتيرة زايدة عن السنة اللي فاتت.